أكد غوارديولا خلال حديثه إلى الصحفيين قبل مواجهة أرسنال الأربعاء بملعب الاتحاد إذا كانت تصرفات ووكر أثرت على فرصه في اللعب. وقال المدرب الإسباني: أحكم على فريقي بما يحدث في الملعب. أعتقد أن كايل أدلى بتعليق شجاع حول ما حدث في تلك الفترة. النادي تحدث إليه أيضا وتابع: أتمنى له الأفضل وخاصة أسرته. ما يأتي في المقام الأول دائما تكون إنسان أكثر من كونك لاعب كرة قدم. وعن المواجهات المقبلة قال غوارديولا: نستعد لخوض مباراة وبعد 3 أيام مواجهة أخرى ثم مباراة ثالثة بعد 4 أيام. لسنا جاهزين، ليس فقط مانشستر سيتي بل جميع الفرق، ولهذا علينا المداورة. توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي بعد الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 38. سجل هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي الدقيقة 43. رفع البافاري رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة، تفوقا بفارق 10 نقاط عن وصيفه بروسيا توتمون، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير. حقق برشلونة انتصارا مهما بثنائية نظيفة على ليجانيس مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 29 من الليغا في معقله كامب نو. وسجل هدفي برشلونة أنستو فاتي في الدقيقة 42 وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 69. وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند النقطة 23 في ذيل الترتيب.